الصلاة خير من تنفصل عن الخلق لتخاطب الخالق يا السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم الدراري غادي يكون ناضي سبيسيال، تفرجوا فيه حتى الاخر ما تزيدوش على القطع. المهم علاش الدراري جيت نشرح لكم اللي انا دابا كاين في اوتيل سميتو فيرساجيس. هذا الاوتيل هذا حنا في مدينه بني ملال. هذا الاوتيل هذا سميتو قلت لكم فيرساجيس، كاين في حي الشرف، فيه اثمنه زوينين بزاف، فيه لي شومبر ناضيه نقيين، سيرفيس كتدخل كتلقى بنادم ضاحك ناشط، هذيك هي اهم حاجه. او فيه ريستورون وفيه كافي. بالنسبه للناس اللي كتبغي تجي للاوتيل وما كتبغيش تخرج على برا باش تاكل هذاك، فراه هنا كاين فيه ريستورون كل بيديكو برجليك وأتمنى جد مناسب. يلا يلا لا 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 مسكين، ريكلام ريكلام، زيد زيد، لا لا راه خصك اختي شحال شومبر، زيد لي مرحبا، زيد اخويا زيد. معليش الدراري نتا فلوق ديالنا فلوق ناضي بزاف، غادي نمشيو نجرب واحد الفطور كيما شفتو في المنيو. بقاو معنا الدراري، بيس ليكم. انا رجعت لكم من بعد ما قدينا المسائل ديالنا، بريبارينا كل شيء، صلينا توضينا صلينا غسلنا الاسنان ديالنا. دابا حنا خارجين غنتلاقى مع واحد الدري صاحبي غادي يمشي معايا غير فكنا ديك البلاصه، فين غادي نمشيو نفطروا. كما كتشوفوا دابا حنا في مدينه بني ملال، الدنيا ساقله ما كاين حتى واحد، كل شيء الدنيا تتصفر، واخا كاينين الطوموبيلات بنادم غادي لخدمته. الله يسهل على اي واحد كيجيبها حلال، هذه اهم حاجه. وشوفوا الخبز اهم حاجه في الحياه، هو بنادم يصلي يدير شي حاجه زوينه مع الله وراه ربي غادي يوفقه ما غاديش يخيبه. وانا غادي في طريق الدراري حتى كنتلاقى مع هذا السيد هذا، الله يعطيه الصحه، تحيه كبيره لهاد الناس هادو اللي كينظفوا لنا المدينه، كيسهروا على النظافه ديالها باش انت ولا انت كتفيق في الصباح ولا كتفيق بالليل كتمشي في واحد البيئه نقيه وزوينه. وكاينين بعض الناس الله يهديهم كيتموا غاديين في العوض ما يلوحوا الزبال وبزاف الحوايج في لابوبير ولا في طاروت الزبل، هذاك كيخليو طاروت الزبل وكيلوحوا في الزنقه، تيجي واحد مسكين تيفيق مع 6 الصباح ولا 5 الصباح باش ينظف لك البلاصه باش انت تلقاها زوينه ونقيه. لذلك الدراري شوف النصيحه الثانيه من بعد الصلاه هي النظافه، النظافه هي اهم حاجه. الدراري هو عشي اللي كيتسنانا، شتو خالد فين اخويا شران، هو عشي اللي قلت لكم الصديق ديالي المفضل صاحبي بالروح الروح والله، شي كريم اخويا خالد في الصباح هذا. صباح الخير الدراري، جي حشم من الكاميرا باش تديوش عليه. صباح النور بالنسبه للناس اللي غادي يتفرجوا في هذا الفلوق بالليل ولا في العشيه، نقول لكم مساء الخير. والناس اللي تفرج فيه في الصباح صباح النور، و اللي غادي يتفرج فيه وسط النهار بون ابخيميدي بون ابخيميدي. خوش اللي ما عمرو جا لبني ملال كنصحو يجي ليها، فيها بزاف ما يتشاف، فيها عينه سردون فيها بزاف، وفيها عندنا برج ايفل، برج ايفل الدراري عندنا برج ايفل ديال جوميا، انا غنوري لكم دابا شوفوا هاد اللقطات. A few moments later حنا دابا العشران غادي نازلين من احسن طلعه عندنا في مدينه جوميا
خلينا زعما اش باقي ناس صاحبي. قول لهم شي كلمه، قول لهم شي كلمه. كما شفتوا دابا حنا نازلين من احسن طلعه عندنا في مدينه بني ملال، احسن كديه هي شيش الملك، محبوبه الجماهير. فاش كتكون طالع كيكون طالع لك الدم، ولكن فاش كتكون نازل اكيد واحد الفرحه زوينه بزاف. كتم غادي عرفتي ماكينه اقلع، ما يمكنش تمشى بشويه. فامي حنا دابا وصلنا للبلاصه فين غادي نفطروا، فين غنوريكم الدراري اكل الشوارع ديال مدينه بني ملال. وصلنا دابا للبلايصه، البلاصه فين غنفطروا الدراري كاينه اون فاست المحطه ديال الكيران. اللي عمرو جا لمدينه بني ملال غيكون عارف البلاصه، واللي ولد بني ملال راه عارفه، اللي ما عمرو جا راه خلاص غادي يشوف هاد لا فيديو، فاش يجي غادي يعرف ان شاء الله. خوت البلاصه اللي قلت لكم فين غادي نفطروا، حنا جينا لها دابا، حنا كاينين فيها الدراري. غنوريكم شي اكبر مسمنه غادي تشوفوا في العالم الدراري. هي في مدينه بني ملال، فطور واعر، فطور ديال الدراويش، فطور ناضي بزاف. قال رشيد اش بان لك في هذا الفطور اخويا؟ اخويا غادي تنفطر بوحده ثانيه ياي فطور ناضي الدراري. انا واحد القضيه، مولف دابا كتمشي عند شي مول الكريملي ولا مول الحلابه كيبيع المسمن، كتقول له عطيني مسمنه وكيعطيك مسمنه، ولكن انا الدراري فاش جينا قلنا لهم مسمنه لقينا المسمن تيتعبر، قال لك خويا المسمن كنعبرو حنا ماشي كنعطيو مسمنه وكاك، يعني خمسه المترو غير واحد السيد مسمنه كتعبر للمترو الدراري. درنا 4000 معنا صورنا صيفطتها لواشنطن كاع على بالنا، على بالنا قول احنا على بالنا، على بالنا حنا العاقه الله عطاه. قول لك انا خويا عبد اللطيف هنا في بني ملال ديال المسمن، وكله خفيفه 3 دراهم 2 دراهم اخي الشاوي هو معنا هو. حتى انتم فاش تجيو لمدينه بني ملال، الناس اللي راه كاين اون فاست المحطه ديال الكيران الباب اللي تيخرج، جيو عندو الدراري تيكونوا في الصباح بكري، والله الا فطور زوين ناضي الدراري، كتعيش واحد الجو ناضي بزاف خصوصا في الصباح بكري. هاد خونا هذا شي موت 4000 كما قلت لكم الدراري فاش تجيو لهاد البلاصه ما تنساوش تدوزو عند هاد السيد. هاد الناس هادو دراوش حاولوا تشجعوهم، والله احسن حاجه بنادم كيجيبها حلالا طيبا كما قلت لكم. خلاصة القول ما تنساوش تدوزو عندهم وتفطروا عندهم، واللي داز فطر عندهم ولا داك يقول لهم راه تفرجت في الفلوق الدري اسامه اللي قال لنا، وان شاء الله نتمناو تجيو ان شاء الله. قول يا عمي كيفاش جات لك الفكره هذه ديال المسمن في الشارع؟ 4000 ولا شنو المسمن ولا هي 4000 هنايا؟ هانتوما الدراري شوفوا الميزان، المسمن كتعبر للمترو والكيلو. هانتوما اكبر مسمن تبارك الله. قارين 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 اللهم بارك، كتشاف مدينة بني ملال. يا خاصك 100 درهم ديالك نتا حلاوه. وكثر. عام يا الدر مبارك حتى عملنا معاهم نطلعوا لقناة اليوتيوب ديالنا والله. الله يحفظك. قول قول شي كلمة للمشاهدين خايب. حتى كل مسمن يا كلمة للمشاهدين راه هما اللي خرجوا عنا. حتى راه صفر كلامي. اه؟ راه 4000 من الحبس اللي غادي نزل نقطع بهذا الحبس هذا. لا والله ما قلت نعاود اخويا. راه والله مزال. الله يحفظك. بهذا الحبس هذا. حتى راه الزرقاء. كيف لك الاجواء خالد هذه في الصبحيه هذه الصباح بكري؟ ها؟ عالم بوحده ياك؟ قول لي قول لي قول لي غير كسوى واحد نمشي ها؟ قول لي غير كسوى واحد صافي نخلصوا بهم الدراري. حنا دابا فاطرين هنا شي حاجه ناضيه بزاف، شدينا دابا كاس تاع شاي محبوب الجماهير، كاس تاع شاي السايك ما كاين لا نعناع لا شيبه، شيء ناضي. احنا شدينا مسمناش 5 دراهم 5 دراهم ديال المسمن، عبرنا عبرو في الميزان ومن بعد دار فيه فرماج، و انا خديت فيه فرماج واملو، الدري صاحبي خدا فيه سميتو غير الفرماج. عرفتي شو تبارك الله مسمن شو الدري.
عرفتو دونك السواع والله يا واع الله اخو السواع كثر خيص وناضي الله يلازمهم بزاف دائما احبابكم لما قرات كما العادة جيو تفطروا على حسابي كامل من قال لي تفطروا لي جيو تفطروا مع احبابكم الدراري واشي جامجا جيب لنا واحد ثاني لا واشي تبيع الدار احترى البافيلا ديال البرازيل هي اسم الموتور هي السيكتور هنا الدراري البافيلا ديال البرازيل هي السيكتور هنا احترى الاجرام اصاحبي دابا حنا سالينا الفطور ديالنا غادي نمشيو صافي غنمشيو نودعوكم الخوت نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله فلوق جاي المهم الا عجبكم الدراري هادشي اللي كنحط ما تبخلوش عندنا بواحد سبسكرايب جيم كومونتير الدراري شي حاجه زوينه خلوها لنا في كومونتيرات وخيس ليكم الدراري ونعاودها مره اخرى ما تبخلوش عندنا الدراري شجعونا التشجيع ديالكم هو اللي غادي يزيد بينا لقدام وغادي نزيدو نبدعو ونزيدو نفكرو في شي حاجه بزاف وبالنسبه للخوت شوف اللي عنده شي فكره يقولها لنا في كومونتير الناس ديال مدينه بني ملال حاليا انا كاين في مدينه بني ملال اللي عنده شي بلاصه زعما زوينه وبغانا نمشيو لها نصوروا فيها شي فلوغ ولا نصوروا فيها شي فيديو يخلي لنا سميتها في كومونتيرات والدراري اخر كيف ندوز لكم صاحبي خالد يودعكم حتى هو السلام عليكم خوتي وزنا واحد الفطور اخويا بوحدو وعلامة اخر بوحدو ثاني عاود الدراري شي حاجه لتحت غير انفو كنزل بني ملال لتحت كيبان لك ثاني واقعة اخرى الخوت والحمد لله على كل شيء شوفوا معنا هذه البلاصه هذه اللي درت فيها السينماتيك دابا دي جوت نهار الدراري جوت نهار ندير مديش بلي ملاف انا داخلين لها دابا بعد ما فطرنا داك نشوفوا لكن شي لعيبه نتقداوها مع الساعه لكن... قول الساعه مع الساعه تسع ساعه صباحا لازم ليك اخو مع تسع ساعه صباحا انا داخلين الجوطيه انا دابا الدراري دخلنا قلت لكم الجوطيه باش نتقداو شي لعيبات زعما لا بنتنا شي بياسه شي هاوت هادشي زعما لقينا والو لقينا الدنيا ساقله الجوطيه كتفرش ديال مدينه بني ملال شي تكون ثلاثه والحد تقريبا السبت هكا في العشيه تكون شويه السبت الصباح ولكن اليوم الاثنين الدنيا ساقله ما كاين حتى واحد كما شفتوا معنا الدراري شوف بني ملال عرفتي واحد الاجواء باش تكون شعبي وتكون كبرتي في شي درب شعبي ولا ذاك كتكون ناضي الصاط ما كتكونش تمزك وتمزك اسمع اسمع الدير سكع الصباح شبنا هذا ناشط ايوا انا الدراري غيكون الفيديو ديالنا سهله واخا عاودنا من الاول زعما كنت قلنا لكم قبيله الله يعاونكم هنا مع وصلت مع الدري غنوصلوا معاه حتى لدارهم وداك الشيء صافي غنتفارقوا دابا حنا دابا في المدينه القديمه ديال مدينه بني ملال المدينه القديمه الدراري شي ناضي كان ناضي هذيك شي كلمه على المدينه القديمه كنت تجيك المدينه القديمه المدينه القديمه هي القلب النابض اللي بني ملال تلقى فيها كل شيء الماكله القص كل شيء 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 كل شي